بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمياط، وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من المحاضرة الثانية. في هذا الجزء إن شاء الله سوف نتناول بالشرح توضيح كيف تطور مفهوم المملكة النباتية تبعا للتغيرات والتطورات التي حدثت في نظم تقسيم الكائنات الحية، بداية من نظام بيقسم الكائنات الحية إلى مملكتين، وحتى نظام يقسم الكائنات الحية إلى 6 ممالك. بقصد بتطور مفهوم المملكة النباتية هنا يعني تحديد الكائنات التي تضمها المملكة النباتية، وما هي الصفات المميزة لها، وما هي المجموعات التقسيمية التي تضمها المملكة النباتية وفقا للصفات المميزة للنباتات. فقد تطور مفهوم المملكة النباتية ومر بمراحل عديدة تبعا لتطور نظم تقسيم الكائنات الحية، بداية من نظام قسم الكائنات الحية إلى مملكتين فقط، حتى نظام يضم 6 ممالك. ومن هنا وجبت الإشارة إلى التطورات اللي حصلت في نظم تقسيم الكائنات الحية حتى نستطيع فهم التطورات التي حدثت في مفهوم المملكة النباتية. ففي البداية استطاع علماء التقسيم إن هم يميزوا بين مجموعتين كبار من الكائنات الحية بناء على أسس معينة، ووضعت كل مجموعة منهم في مملكة مستقلة، فأصبح عندي نظام تقسيم للكائنات الحية يضم مملكتين، هما المملكة النباتية كينجدم بلانتا والمملكة الحيوانية اللي هو كينجدم أنيماليا. وطبعا التقسيم ده زي ما قلت تم بناء على أسس معينة استخدمت في التمييز بين الكائنات النباتية اللي وضعها في المملكة النباتية والكائنات الحيوانية اللي وضعت في المملكة الحيوانية. ومن أهم هذه الأسس طريقة التغذية، التركيب الخلوي، الحركة، النمو. فبالنسبة لطريقة التغذية، النباتات بتتميز بأنها ذاتية التغذية، أي بتستطيع أن هي تجهز غذائها العضوي بنفسها من مواد أولية غير عضوية، وذلك لاحتوائها على الكلوروفيل. فما دام هي بتجهز غذائها بنفسها يبقى هي ذاتية التغذية. أما الحيوانات فهي كائنات غير ذاتية التغذية، أي لا تستطيع أن تجهز غذائها العضوي بنفسها نظرا لخلوها من الكلوروفيل. طيب أمال هتتغذى ازاي؟ بيلزمها ان هي تحصل على احتياجاتها من الغذاء العضوي سابق التجهيز من مصدر خارجي، نبات او حيوان. يعني في عندي حيوانات اكلة لحوم وحيوانات اللي هي المفترسة يعني، وحيوانات اكلة العشب بتغذى على النبات، فبتحصل على احتياجاتها من الغذاء العضوي من مصدر خارجي وتقوم بهضمها لتحويلها لمواد بسيطة تستطيع امتصاصها. ولذلك تسمى التغذية في الحيوانات بالتغذية غير الذاتية الهضمة، تغذية غير ذاتية هاضمة. غير ذاتية لأنها ما بتجهزش غذاء العضو لنفسها، هاضمة لأنها بتحصل عليه من مصدر خارجي وتقوم بهضمها عشان تحولها لمواد بسيطة تستطيع امتصاصها. علاوة على أن المملكة النباتية وفقا لنظام تقسيم الكائنات الحية إلى مملكتين اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، كانت تضم كائنات غير ذاتية التغذية زي الفطريات والبكتيريا. فالفطريات والبكتيريا خالية من الكلوروفيل، ما تستطيعش تجهيز غذاء العضو بنفسها، ولابد ان هي تحصل عليه من مصدر خارجي، وتحصل عليه باحدى 3 طرق. الطريقة الأولى عن طريق الترمم، الطريقة الثانية عن طريق التطفل، الطريقة الثالثة عن طريق التكافل. في الطريقة الأولى اللي هي بتحصل على احتياجاتها من الغذاء العضو عن طريق الترمم، بنلاقي الكائنات دي بتعيش على بقايا النباتات والحيوانات الميتة والمخلفات العضوية، وتقوم بإفراز إنزيمات تذيب المادة العضوية وتحول المواد بسيطة تمتصها. في طريقة التطفل بنلاقيها بتعيش على كائنات حية أخرى، وتقوم بإرسال ممصات داخل خلايا العائل اللي هو الكائن الحي اللي بتعيش عليه عشان تمتص منه الغذاء العضوي اللي هو بيجهزه. في الطريقة الثالثة اللي هي التكافلية، بنلاقي الكائنات اللي عندها القدرة على انها تعيش تكافليا مع كائنات اخرى، يعني تعيش معها معيش التبادل منفعة، فبتمد الكائن اللي هي بتعيش معها معيش التبادل منفعة ببعض احتياجاته من مواد معينة، وفي المقابل بتمتص منه احتياجاتها من الغذاء العضوي. وفي الثلاث حالات نلاحظ الكائنات دي سواء في الطريقة أو بكتيريا
الأندرية بتحصل على احتياجات من غذاء العضل عن طريق الانتصاب. فبنسمي التغذية في الفطريات والبكتيريا اللي هي كائنات غير ذاتية التغذية بأنها غير ذاتية التغذية مصر. نيجي بعد كده للحركة. احنا عارفين ان الحيوانات بتبقى حرة الحركة، بتتحرك من مكان الى اخر بحثا عن الماء والغذاء والمأوى، اما النباتات فهي مقيدة الحركة، لا يمكنها الانتقال من مكان الى اخر. ومن هنا بتظهر حكمة المولى عز وجل في ان جعل هذه النباتات كائنات ذاتية تغذية، لان ما لهاش القدرة على الانتقال من مكان الى اخر بحثا عن الغذاء والمأوى، فهي قد منحت ووهبها الله عز وجل ميزة هامة جدا، وانها تكون ذاتية التغذية، اي تستطيع تجهيز غذائها العضوي بنفسها، ومش بتجهز غذائها هي بس، ده بتجهز الغذاء العضوي اللازم لها ولجميع الكائنات الحية الاخرى. سبحان الله. بالنسبة بقى لتركيب الخلية، تتميز الخلية النباتية ببعض الصفات المميزة التي لا توجد في الخلايا الحيوانية، ومن اهم هذه الصفات ان بيكون لها جدار خلوي صلب يتكون اساسا من السليلوز بيحيط بالخلية ويعطيلها الشكل المميز. كذلك بتحتوي على فجوة عصارية كبيرة مركزية، كما تحتوي على بلاستيدات ومن ضمنها البلاستيدات الخضراء، في حين أن الخلية الحيوانية ليس لها جدار خلوي وبالتالي ليس لها شكل محدد، كما لا تحتوي على فجوات عصارية أو بلاستيدات. بالنسبة بقى للنقطة الرابعة اللي استخدمت في التمييز بين الكائنات النباتية والحيوانية، وهي طبيعة النمو. فالنمو في الحيوانات بيكون محدود، بمعنى ان هي تنمو خلال فترة زمنية معينة وتزداد في الحجم حتى تصل الى حجم معين، ثم تتوقف عن النمو بعد ذلك ولا تنمو مرة اخرى. بينما النمو في النباتات غير محدود ويستمر طوال عمر النبات، وده بيرجع لايه؟ الى ان جسم النبات بتوجد به مناطق معينة بتسمى بمناطق النمو، زي قمم السيقان والافرع وقمم الجذور وبدايات الاوراق والبراعم، وهذه المناطق بتحتوي على خلايا ميرستيمية قادرة على الانقسام وتكوين خلايا جديدة طوال حياة النبات، تسبب نمو النبات باستمرار وزيادته في الحجم طالما كان حيا. يتضح لنا مما سبق ان هاتين المجموعتين من الكائنات الحية اللي هي الكائنات النباتية والكائنات الحيوانية يختلفان بصورة واضحة في اتجاهاتهم التطورية، اي من حيث المنشأ وكذلك من حيث اسلوب المعيشة وطريقة التغذية والتركيب الخلوي في كل منهما بشكل لا يمكن التغاضي عنه. ولذلك قام علماء التقسيم بتقسيم الكائنات الحية الى مملكتين، هما مملكة النبات لها صفات بتميزها، وهي مملكة الحيوان ولها صفات بتميزها، وأصبح هاتان المملكتان هما الدعامة الرئيسية لتقسيم الكائنات الحية منذ زمن بعيد. لكن هذا التقسيم شابه بعض العقبات والمشكلات، وكان من أهم العقبات أو المشكلات اللي قابلت علماء التقسيم في هذا النظام وجود كائنات بدائية وحيدة الخلية تجمع في صفاتها بين بعض صفات النبات وكذلك بعض صفات الحيوانات، وسميت هذه الكائنات باسم الكائنات الانتقالية Transitional Organisms مثل اليوجلينا والبكتيريا. يعني أول مشكلة هي قابلت علماء التقسيم في نظام تقسيم الكائنات الحية إلى مملكتين، إن في كائنات بدائية وحيدة الخلية جمعت في صفاتها بين بعض صفات النبات وبعض صفات الحيوان، ومن أمثلتها اليوجلينا. فبالنسبة للبكتيريا لاحظوا إن بتوجد بها بعض الصفات الحيوانية أو التي تنطبق مع صفات الكائنات الحيوانية، مثل أنها غير ذاتية التغذية، فهي تعيش متطفلة أو مترممة أو تكافلية. الحاجة الثانية أن بعض أنواع البكتيريا لها أصوات تستخدمها في الحركة، أما الصفات النباتية الموجودة بها فتتمثل في أن الخلية البكتيرية لها جدار خلوي صلب يعطي لها الشكل المميز، ولهذا وضعها البعض في المملكة النباتية ضمن قسم النباتات الأولية. هنا قبل ما أنقل بقى للكلام عن اليوجلينا، النقاط اللي احنا بنتكلم عنها دي بشكل مختصر وبأسلوب بسيط، لكن ممكن تبقى موضع أسئلة في الامتحان، والسؤال ممكن يجي بأكتر من صورة. على سبيل المثال علشان أوضح، بالنسبة للكائنات الانتقالية، نعرف للكائنات الانتقالية أن هي الكائنات التي تجمع في صفاتها بين بعض صفات النباتات وبعض صفات الحيوانات، دي اللي بنسميها الكائنات الانتقالية. النقطة دي ممكن تجي لي في الامتحان كسؤال بأكتر من صورة، يعني ممكن يقول لي عرف الكائنات الانتقالية، أو ممكن يجيبها لي في شكل سؤال صح أم خطأ، وممكن
تجيلي اختياري، والكلام ده هنشوفه في الاسئله اللي انا هديها بعد المحاضره دي علشان ارتبها المحاضره وتساعدكم على المذاكره. ننتقل بقى لليوجلينا. اليوجلينا ليه اعتبروها من الكائنات الانتقاليه؟ لان فيها بعض الصفات التي تشبه صفات الكائنات الحيوانيه وصفات تشبه الصفات اللي بتوجد في الكائنات النباتيه. فمن صفات الكائنات الحيوانيه اللي بتوجد فيها انها ليس لها جدار خلوي جامد. حاجه تانية، لها صوت بتستخدمه في الحركه. يعني لو بصينا على خليه اليوجلينا هنا، اللي بيحبها من الخارج ده غشاء بلازمي، ليس لها جدار خلوي جامد يديلها شكل محدد، وهي شكلها بيتغير وفقا للضغوط الواقعه عليها. بنلاحظ ان لها صوت اهو بتستخدمه في الحركة، دي من صفات الكائنات الحيوانية. بيكون لها مريد اللي هو موجود قدامي هنا ده، انا بشاور عليه بسن المؤشر. بيوجد لها بقع عينية حساسة للضوء اللي هي دي اللي انا بشاور عليها بالمؤشر، دي اللي مكتوب عليها فوتو ريسبتور، مستقبل ضوئي. بيوجد لها ايضا فجوة قابضة تستخدمها في الاخراج اللي هي موجودة عندي. الفجوة دي بتتجمع فيها الفضلات وبتطردها خارج جسم الخلية. جميع هذه الصفات الخمسة، ان ليس لها جدار خلوي جامد، ولها صوت بتستخدمه في الحركة، لها مريء، يوجد لها بقع عينية حساسة للضوء، يوجد لها فجوة قابضة تستخدمها في الإخراج أي إخراج الفضلات خارج الخلية، كلها صفات تتطابق مع صفات الكائنات الحيوانية. إلا أن بعض أنواع اليوجلينا مش كلها بتحتوي على بلاستيدات خضراء زي ما أنا شايف في الرسم اللي قدامي، دي عبارة عن بلاستيدة خضراء ودي بلاستيدة خضراء ودي بلاستيدة خضراء، ودي من صفات الخلايا النباتية. لذلك فإن بعض علماء النبات يضع اليوجلينا التي تحتوي على بلاستيدات خضراء ضمن أقسام المملكة النباتية، وتحديدا في قسم الطحالب اليوجلينية. الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا، وذراته تهتف تمجيدا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. العقبة الثانية اللي قابلت علماء التقسيم في نظام تقسيم الكائنات الحية لمملكتين، لمملكة النبات ومملكة الحيوان، وجود كائنات دقيقة جدا تجمع في صفاتها بين صفات الكائنات الحية وصفات الجماد، تعرف بالفيروسات. وكانت توضع الفيروسات في نظم تقسيم الكائنات الحية القديمة ضمن المملكة النباتية، وتحديدا في قسم النباتات الأولية بروتوفايت. والفيروس يكون صغير الحجم جدا، إذ لا يتعدى قطره 300 ملي ميكرون، يعني 300 على مليون من الملي ميكرون. ولذلك فهي لا تشاهد إلا باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني، بل أن بعضها يصعب رؤيته بهذا الميكروسكوب نظرا لدقة حجمه. نيجي للنقطة المهمة هنا، وهي ما هي الصفات التي تكسب الفيروس صفات الكائنات الحية، والصفات الأخرى التي تكسبه صفات الجماد. فبنقول الفيروس وسط في صفاته بين صفات الكائنات الحية وصفات الجماد. من صفات الكائنات الحية اللي بتوجد فيه أنه يتكون من بروتين نووي، يعني جسم الفيروس بيتكون من بروتين نووي وهو أساس تكوين المادة الحية في الخلية. النقطة الثانية، أن الفيروس يتكاثر، ولكن لا يحدث هذا التكاثر إلا داخل خلايا العائل، خارج جسم العائل لا يتكاثر. دي الصفتين اللي هما بيكسبوه مظاهر الحياة أو بيكسبوه صفات الكائنات الحية. كما أن الفيروس يقترب في صفاته من صفات الجماد، ومن هذه الصفات أنه لا يتكاثر خارج جسم العائل. النقطة الثانية، لا يتنفس. النقطة الثالثة، ليس به تراكيب خلوية، يعني جسمه ما فيهوش اي تركيب خلويه زي السيتوبلازم والنواه والبلاستيدات والميتوكوندريا وغيرها. النقطه الرابعه، ان امكن عزله خارج جسم العائل في صوره بلورات، يعني ما بنعزله ونخرجه من جسم العائل بيبقى صوره بلورات صلبه. فهنا النقطه دي ممكن تيجي سؤال، والسؤال ممكن
ممكن يجي بأكثر من طريقة. يقول لك مثلا عرف الفيروسات، علل الفيروسات وسط في صفاتها بين صفات الكائنات الحية وصفات الجماد عشان تذكر له الكلام ده. ممكن يجي لك السؤال في صورة عبارة صح أم خطأ. نيجي للنقطة اللي بعد كده ودي نقطة مهمة جدا، ما هو تركيب الفيروس؟ الفيروس بيتكون من غلاف بروتيني، يعني جسمه بيبقى عبارة عن غلاف من البروتين بيحوي بداخله حمض نووي. هذا الحمض إما أن يكون الـ RNA أو الـ DNA، فمعظم الفيروسات النباتية بتحتوي على الحمض النووي RNA. أما الفيروسات الحيوانية اللي هي بتصيب الإنسان أو الحيوان، بعضها بيحتوي على الحمض النووي RNA والبعض الآخر بيحتوي على الحمض النووي DNA. أما اللي هي بتهاجم الخلايا البكتيرية وبنسميها بالبكتيريوفاج، فدي بتحتوي دائما على الحمض النووي DNA. ننتقل بعد كده نشوف التكاثر في الفيروسات. أكتر الفيروسات تم دراستها من حيث النشاط والتكاثر هي البكتيريوفاج، دي اللي هي الفيروسات اللي بتصيب الخلايا البكتيرية وبتدمرها، وبيسموها عشان كده بالبكتيريوفاج أو لاقمات البكتيريا. نشوف على الرسم علشان الأمور توضح قدامي. الرسم هنا بيوضح لي إن الفيروس بيتكون من رأس مضلع بيكون باللوري الشكل وعنق وزير. الرأس المضلع بيحوي بداخله الحمض النووي الخاص بالفيروس وهو حمض DNA، والعنق والديل بيكونوا مجوفين من الداخل، وبينتهي الديل بألياف أو خيوط ليفية من الخيطين بيبقوا مدببين بشكل قدامي. فما بيجي الفيروس يصيب خلية بكتيرية زي ما نشوف قدامي كده، بيثبت نفسه في جسم الخلية بواسطة ألياف الديل اللي هي هنا دي، ثم يقوم بإحداث ثقب في جدار الخلية البكتيرية بواسطة الخيطين المدببين دول، وعن طريق هذا الثقب يحقن DNA بتاعه داخل الخلية البكتيرية. لما يدخل DNA الفيروس داخل الخلية البكتيرية بيسيطر على DNA الخاص بالخلية البكتيرية ويتحكم في النشاط الحيوي اللي بيتم في الخلية، ويبدأ يوجهه نحو إنتاج DNA والبروتين الخاصين بالفيروس نفسه. بعد فترة بتتحول محتويات الخلية البكتيرية إلى أغلفة بروتينية خاصة بالفيروس وDNA خاص بالفيروس. يلي ذلك أن تتم عملية التعباء، يعني كل غلاف بروتيني يدخل جواه الحمض النووي DNA الخاص بالفيروس، ثم تنفجر الخلية البكتيرية وتتحرر الفيروسات الجديدة اللي كونت من محتويات الخلية البكتيرية. اللي أنا عايز أشير ليه هنا، عندما يصيب الفيروس خلية العائل فإنه يسيطر على محتوياتها ويستخدمها في إنتاج أفراد جديدة من الفيروس، يعني ما بيكونش الأفراد الجديدة من جسم هو، وده عكس الطفيليات الأخرى زي الفطريات والبكتيريا. لما بتصيب خلية العائل فإنها تستمد منها غذائها، يعني بتستمد الغذاء من خلية العائل وتستخدمه في بناء جسمها والنمو، وعند التكاثر فإنها تنتج الوحدات الإكسارية من جسمها نفسه، يعني مش من جسم العائل. فدي برضو نقطة مهمة أو معلومة مهمة ممكن يجي فيها سؤال، يقول لك علل الفيروسات لا تنمو ولكنها تتكاثر بتضاعف. فعلا هي لا تنمو لأنها عندما تصيب خلية العائل فإنها تصيبها لتسيطر على محتوياتها وتستخدمها في بناء أفراد جديدة من الفيروس، ولا تكون الأفراد الجديدة من جسمها نفسه، عكس الطفيليات اللي هي بتصيب العائل علشان تستمد منه الغذاء الذي تحتاجه في بناء جسمها ونموها، ولكن عند تكاثرها فإنها تنتج الوحدات الإكسارية من جسمها نفسه. يتضح مما هناك صعوبات كثيرة اكتنفت تقسيم الكائنات الحية إلى مملكتين، وكان أهمها الوضع التصنيفي للوجلينا والأجناس القريبة منها، فعلماء النبات يضعوها في المملكة النباتية وعلماء الحيوان يضعوها في المملكة الحيوانية، علاوة على أنه هناك تداخل بين المملكتين في منطقة الكائنات وحيدة الخلية، بحيث كان من الصعب وضع حد فاصل بين النباتات وحيدة الخلية والحيوانات وحيدة الخلية. لذلك اقترح بعض العلماء زي العالم هوج والعالم كوبلاند وضع مملكة ثالثة توضع بها هذه الكائنات لحل مشكلة التداخل بين المملكتين اللي هما المملكة النباتية والمملكة الحيوانية، واقترحهم ان المملكة دي اسمها مملكة الطلائعيات بروتيستا، تضم فيها الكائنات وحيدة الخلية الى جانب الكائنات الحية عديدة الخلايا، ولكنها تفتقر الى نوعية ودرجة تكشف الانسجة التي توجد في النباتات والحيوانات.
الحيوانات الرقية، يعني خدم الكائنات وحيدة الخلية وعديدة الخلايا البدائية اللي كانت موجودة في المملكة النباتية وأيضا اللي كانت موجودة في المملكة الحيوانية، فصلوهم عن المملكتين وحطوهم مع بعض في مملكة واحدة سموها مملكة الطلائعيات. وعلى ذلك فإن هذه المملكة ضمت البكتيريا والبروتوزوا والفطريات وكل أو معظم الطحالب اللي كانت موجودة في المملكة النباتية. يعني بناء على اقتراح هوب وكوبلاند قسموا الكائنات الحية إلى ثلاث ممالك: مملكة النبات ومملكة الحيوان والمملكة الثالثة اللي هي مملكة الطلائعيات، ودي وضعوا فيها البكتيريا والبروتوزوا والفطريات وكل أو أغلبية الطحالب. بعد ذلك ونتيجة للتقدم الهائل الذي حدث في بعض العلوم مثل الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية مع تطور وسائل البحث العلمي وظهور الميكروسكوب الإلكتروني، أدى إلى إعادة النظر في نظم التقسيم، حيث أصبحت الكائنات الحية تقسم حاليا إلى عدة ممالك. كما أدى هذا التقدم إلى اكتشاف الكثير من الاختلافات في تركيب وسلوك البكتيريا بالمقارنة بخلايا الكائنات الحية الأخرى، ترتب عليه تقسيم الكائنات الحية إلى مجموعتين. فأنا عايز ناس هنا تركز معايا، هنا ده تقسيم لمجموعتين وليس تقسيم إلى ممالك، وده بناء على الاختلافات اللي اكتشفت بين تركيب وسلوك البكتيريا وخلايا الكائنات الحية الأخرى على المستوى الخلوي، يعني على مستوى الخلية. فأصبحت الكائنات الحية تقسم إلى مجموعتين، هما الكائنات الحية بدائية النواة بروكاريوتا، ودي بتضم البكتيريا والطحالب الخضراء المزركة، والكائنات الحية حقيقية النواة اليوكاريوتا، ودي بتضم باقي الكائنات الحية. طب ما هي الاختلافات التي دعت بالعلماء إلى تقسيم الكائنات الحية إلى مجموعتين، هما الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة؟ أهم اختلاف من النواة في الكائنات حقيقية النواة بتتكون من سائل نووي يحتوي بداخله على عدد من الكروموزومات، وبيحاط السائل النووي والكروموزومات بغلاف بيفصلهم عن السيتوبلازم. أما في الكائنات بدائية النواة فالجهاز الوراثي فيها بيتكون من خيط واحد مزدوج من الدي ان ايه، عادة بيكون سابع في السيتوبلازم، غير مرتبط ببروتين هستوني ولا يفصله عن السيتوبلازم أي غشاء. علشان كده بنقول ان النواة في الكائنات دي بدائية. وعند تكاثر هذه الكائنات يحدث التكاثر لا جنسيا عن طريق الانقسام الثنائي البسيط، حيث يحدث تضاعف للدي ان ايه عن طريق انفراج شريطي الخيط المزدوج، ثم يقوم كل شريط بتكوين الشريط الاخر المكمل له، فيتكون بذلك شريطين من الدي ان ايه، يذهب كل منهم الى طرف من اطراف الخلية، ثم يتكون جدار يقسم الخلية الى خليتين. وكثيرا ما يكون الجهاز الوراثي اللي هو الدي ان ايه على هيئة حلقة او دائرة مغلقة، ويعرف حينئذ بالكروموسوم الدائري. النقطة الثانية او الاختلاف الثاني بين الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة ان البروكاريوتات بتفتقر لانقسام الميتوزي، ما بيحصلش فيها انقسام ميتوزي، لكن بتتكاثر بواسطة الانقسام الثنائي البسيط. اما التكاثر الجنسي فيها فغير موجود، وان حدث بيكون غير كامل. يعني ايه بيكون غير كامل؟ يعني ان حدث تران بين فردين فلا ينتج عنه تكوين فرد جديد، وانما بيحدث اعادة ترتيب للمادة الوراثية. يعني الاقتران في الكائنات دي لا يترتب عليه تكوين افراد جديدة، فمبقاش تكاثر، انما بيترتب عليه حدوث اعادة ترتيب للمادة الوراثية في احد الخليتين واللي حصل بينهم اقتران. النقطة الثالثة ان خلايا البروكاريوتات بتفتقر للعضيات السيتوبلازمية الغشائية مثل الميتوكوندريا والبلاستيدات واجسام جولجي والشبكة الاندوبلازمية والفجوة العصارية. الاختلاف الرابع ان الريبوسومات في البروكاريوتات اللي هي بدائية النواة بتكون صغيرة الحجم، عن اصغر حجما من الريبوسومات في الكائنات حقيقية النواة، فثابت الترسيب للريبوسومات في البروكاريوتات بتكون قيمته 70، اما ثابت الترسيب في الكائنات حقيقية النواة بيكون قيمته 80. ما هو المقصود بثابت الترسيب؟ ثابت الترسيب ده عبارة عن قياس للسرعة التي تترسب بها الريبوسومات خلال الطرد المركزي. فإذا كانت قيمة ثابت الترسيب اللي هي S منخفضة كما هو الحال في البروكاريوتات، دل ذلك على صغر حجم الريبوسومات، ولذلك فإنها تترسب ببطء وبتكون سرعة الترسيب منخفضة. أما في حالة البروكاريوتات سرعة الترسيب فيها بتكون أعلى، فذلك يدل على كبر حجم الريبوسومات ولذلك تترسب بسرعة كبيرة. النقطة اللي بعد كده بنقول إن
خلايا البروكاريوتات بتحاط بجدار خلوي جامد كما هو الحال في النباتات والفطريات، لكن الجدار الخلوي في البروكاريوتات غير سلولوزي، بيتكون من بيبتيدو جلايكنز، وده عبارة عن مركب بيتكون من ارتباط سكريات عديدة مع أحماض أمينية. يبقى البروكاريوتات برغم ان هي بداية النواة لكن لها جدار خلوي جامد، هذا الجدار يتكون أساسا من مركب البيبتيدو جلايكنز. أما في الكائنات حلقية النواة فقد يكون الجدار الخلوي غير موجود كما في أفراد المملكة الحيوانية، أو يكون موجود ويتكون من السليلوز كما في المملكة النباتية، أو يتكون من الشيطين كما في الفطرية. بعد كده جمعنا مقارنة عملناها ما بين الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة في شكل نقط محددة علشان نسهل عليكم استيعابها، لأن دي نقطة مهمة جدا وممكن السؤال يجي فيها بطريقتين، يقول لك ناقش أو اشرح أهم الاختلافات بين الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة، أو يجي لك السؤال يقول لك قارن في جدول بين الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة. فاحنا عاملين الجدول اهو في صورة نقاط محددة وواضحة وسهل الإلمام بيها فعلا. بنعمل وجه المقارنة في العمود الأول أو الصفة اللي احنا هنقارن على أساسها، في العمود الثاني بنحط الكائنات البدائية ثم كائنات حقيقية النواة، وتحت وجه المقارنة أو الصفة بنحط كل النقاط اللي هي ممكن تظهر اختلافات بين الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة. وأولى هذه الصفات هو حجم الخلية، فحجم الخلية في الكائنات بدائية النواة صغير جدا، يتراوح بين 1 إلى 10 ميكرومتر، أما في الكائنات حقيقية النواة فبيكون حجم الخلية أكبر ويتراوح بين 10 إلى 100 ميكرومتر. النقطة الثانية هي عدد الكروموزومات. احنا قلنا ان في الكائنات بدائية النواة عدد الكروموزومات بيكون كروموزوم واحد، واحيانا يوجد معه قطعة من الدي ان ايه بتسمى بالبلازميد، اما في الكائنات حقيقية النواة فعدد الكروموزومات بيكون كبير، عشان كده احنا كاتبين هنا عديد لانه بيختلف من كائن الى اخر من الكائنات الحية حقيقية النواة. بالنسبة لشكل الكروموزومات في اختلافات ايضا، ان الكروموزوم في الكائنات بدائية النواة بيكون دائري الشكل، اما في الكائنات حقيقية النواة بيكون خيط. بالنسبة لتركيب الدي ان اي في بدائية النواة لا يوجد به بروتين هستوني، يعني غير مرتبط ببروتين هستوني، اما في الكائنات حقيقية النواة بيكون الدي ان اي مرتبط ببروتين هستوني. قلنا واحنا بنوضح الاختلافات ما بين الكائنات بدائية النواة وكائنات حقيقية النواة، ان بدائية النواة لا يوجد فيها عضيات سيتوبلازمية غشائية، يعني بتفتقر الى التركيب الغشائية. العضيات السيتوبلازمية الغشائية دي زي ايه؟ اجسام جولجي، الشبكة الاندوبلازمية، الميتوكوندريا، الريبوسومات، فحطناها فرضناها في الجدول في صورة نقط. اول نقطة عندي اجسام جولجي، هتكون طبعا بالتأكيد غير موجودة في الكائنات بدائية النواة بينما بتكون موجودة في الكائنات حقيقية النواة. الشبكة الاندوبلازمية من التركيب الغشائية في الخلية لا توجد في الكائنات بدائية النواة وتوجد في حقيقية النواة. الميتوكوندريا لا توجد في بدائية النواة وتوجد في حقيقية النواة. الليسوسومات دي غير موجودة في الكائنات بدائية النواة وموجودة فقط في حقيقية النواة في الكائنات الحيوانية، يعني مش موجودة في الكائنات النباتية. يبقى الليسوسومات لا توجد في الكائنات بدائية النواة وتوجد في حقيقية النواة في الكائنات الحيوانية. الريبوسومات قلنا ان ثابت التفصيل في كائنات بدائية النواة بيكون S70 لان حجمها صغير، بيكون حوالي 18 نانومتر، اما في حقيقية النواة فثابت الترسيب للريبوسومات بتكون قيمته 80 لان حجمها كبير، بيتراوح بين 20 لـ22 نانومتر. النواة دي النقطة اللي بعد كده، النواة في بداية النواة غير موجودة او بدائية، وفي حقيقة النواة النواة موجودة وبتكون حقيقية. الغلاف النووي بيكون غائب في كائنات بدائية النواة وموجود في الكائنات حقيقة النواة. بالنسبة بقى للكلوروفيل اللي هي المادة اللي بتميز الكائنات حقيقة النواة النباتية، نلاقيها في الكائنات بدائية النواة اما غائبة كما هو الحال في البكتيريا، او تكون موجودة كما في الطحالب الخضراء المزرقة ولكنها لا توجد في بلاستيدات خضراء. يعني الطحالب الخضراء المزرقة برغم ان هي بتحتوي على كلوروفيل لكن الكلوروفيل غير موجود داخل بلاستيدات خضراء او في اغشية البلاستيدات الخضراء، وانما بيكون محمول على تركيب غشائية تعرف بحوامل الصبغات. في حقيقة النواة بيكون الكلوروفيل موجود في حقيقة النواة النباتية فقط، لان حقيقة النواة تشمل الكائنات
الكائنات النباتية والكائنات الحيوانية والفطريات، فهو بيبقى موجود فقط في حالة الكائنات النباتية وبيبقى موجود في بلاستيدات خضراء. يبقى تاني نقول النقطة دي، المادة الخضراء اللي هي الكلوروفيل بتكون غائبة في الكائنات بدائية النواة وممكن تبقى موجودة في بعضها زي الطحالب الخضراء المزرقة، ولكنها لا توجد داخل بلاستيدات خضراء. بالنسبة لكائنات حقيقية النواة فبتبقى صبغة الكلوروفيل دي موجودة في الكائنات حقيقية النواة النباتية وغير موجودة في الكائنات حقيقية النواة الحيوانية أو الفطريات. بالنسبة لتركيب الجدار، قلنا إن الكائنات بدائية النواة الجدار فيها بيتكون من بيبتيد وجلايكن اللي هو مركب بيتكون من ارتباط سكريات عديدة مع أحماض أمينية. أما في حقيقية النواة فالجدار إما أن يكون غائب كما في المملكة الحيوانية أو يكون موجود ويتكون من السليلوز ومواد أخرى كما في الكائنات النباتية أو يتكون من الشيطين كما في الفطريات. الانقسام الاختزالي ده أيضا بيظهر فرق بين الكائنات البدائية والكائنات حقيقية النواة، لأن الانقسام الاختزالي لا يحدث في الكائنات بدائية النواة، ده بتحتوي على كروموسوم واحد هيختزل يروح فين. أما في الكائنات حقيقية النواة فبيحدث فيها انقسام اختزالي. بالنسبة للتكاثر، الكائنات بدائية النواة تتكاثر لا جنسيا فقط، أما في الكائنات حقيقية النواة فتتكاثر جنسيا ولا جنسيا. بالنسبة بقى ظاهرة تبادل الأجيال، يمكن احنا لما شرحناها في الجزء الأول من هذه المحاضرة قلنا بيشترط لظهور هذه الظاهرة في دورة حياة النبات أن يكون هناك عمليتين يتمان في دورة الحياة لكي يظهر تعاقب الأجيال، هما الانقسام الاختزالي والإخصاب. طب البروكاريوتات اللي هي بدائية النواة لا يحدث فيها انقسام اختزالي وفي نفس الوقت ما فيهاش تكاثر جنسي، يعني ما فيهاش إخصاب بيحصل، يبقى إذن لن تظهر في دورة حياتها ظاهرة تعاقب الأجيال، يعني دورة الحياة هتكون خالية من تعاقب الأجيال وهتبقى كلها عبارة عن جيل واحد. أما في الكائنات حقيقية النواة فيحدث فيها الانقسام الاختزالي والإخصاب، لذلك فإن دورة حياة الكائنات حقيقية النواة بتتضمن حدوث تعاقب ما بين جيلين، هما الجيل الجرثومي والجيل الجميد، يعني بيحصل فيها تعاقب أجيال. وبناء على ذلك فقد اقترح بعض العلماء ومنهم هاتشينسون سنة 1967 وفيش سنة 1967 نظاما جديدا لتقسيم الكائنات الحية، بحيث يتم تقسيم الكائنات الحية إلى 4 ممالك بدلا من 3 ممالك، وقد لاقى هذا التأسيس قبولا واستحسانا لدى الكثيرين وشاع استخدامه حتى الآن. في هذا النظام بيتم تقسيم الكائنات الحية إلى 4 ممالك. المملكة الرابعة اللي زادت هي مملكة البدائيات. في تقسيم الكائنات الحية إلى 3 ممالك، كانت ال3 ممالك دي هي مملكة الطلائعيات ومملكة النبات ومملكة الحيوان. أما في التقسيم اللي اقترحها تشيلسون وفيش بأن يتم تقسيم الكائنات الحية إلى 4 ممالك، فتم إضافة مملكة رابعة لهم وهي مملكة البدائيات. ليه اضافت المملكة دي؟ ضاف مملكة البدائيات اللي هي كينج دامونيرا لكي يضع فيها الكائنات الحية بدائية النواة، سواء كانت بتتكون من خلية واحدة مثل البكتيريا وبعض الطحالب الخضراء المزرقة، أو بتتكون من مستعمرات بسيطة زي بعض الطحالب الخضراء المزرقة. يعني مملكة البدائيات بتضم الكائنات بدائية النواة، وبكده شملت البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة. مملكة الطلائعيات وضع فيها الإيوكاريوتات الأولية. يعني إيوكاريوتات أولية؟ يعني كائنات حقيقية النواة سواء كانت وحيدة الخلية أو مكونة من مستعمرات وحيدة الخلية، أو كائنات عديدة الخلايا لكن لا يوجد بها تميز نسيجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مملكة الطلائعيات وضع فيها الكائنات حقيقية النواة وحيدة الخلية، والكائنات حقيقية النواة اللي بتكون مستعمرات وحيدة الخلية، يعني الكائن يكون بطبيعته وحيد الخلية لكن بيميل للمعيشة متجمعا على هيئة مستعمرات تتكون من عدة خلايا. الحاجة الثالثة اللي ضافت مملكة الطلائعيات هي الكائنات الحية عديدة الخلايا التي لا يوجد بها تميز نسيجي. يعني الكائن يتكون من خلايا عديدة لكن الخلايا دي لا تتميز إلى خلايا وأنسجة مختلفة، كلها بتكون متشابهة في التركيب والوظيفة. وبكده مملكة الطلائعيات ضمت إيه؟ ضمت كل طحالب باستثناء الطحالب الخضراء المزرقة والفطريات اللزجة والحقيقية والحيوانات الأولية. طيب بعد ما وضع الكائنات بدائية النواة في مملكة البدائية
الطلائيات والكائنات حقيقيه النواه الاوليه في مملكه الطلائيات. هيفضل عنده ايه؟ هيفضل عنده الكائنات الحيه عديده الخلايا حقيقيه النواه الراقيه، او نقولها بشكل تاني، هيتبقى عنده الكائنات الراقيه اللي هي بتكون عديده الخلايا حقيقيه النواه، ودي فصلهم في مملكتين. الفصل ده تم بناء على ايه؟ تم بناء على الكائن خلايا لها جذور خلويه ولا لا، فيها بلاستيدات خضراء ولا لا، فيها فجوات غذائيه ولا ما فيهاش فجوات غذائيه، بتتحرك بالياف قابضه ولا ما بتتحركش بالياف قابضه. يعني الكائنات اللي هي عديده الخلايا حقيقيه النواه الراقيه قسمها الى مملكتين، مملكه النبات ودي وضع فيها الكائنات الحيه الراقيه اللي هي الايوكاريوتات الراقيه عديده الخلايا، بس بشرط ان هي كلها جذور خلويه وتحتوي على بلاستيدات خضراء وتخلو من الفجوات الغذائيه ولا تتحرك بالياف قابضه. دول اربع شروط لابد من توفرهم في اي كائن علشان يوضع في المملكه النباتيه، يعني نقول عليه نبات. والكائنات اللي وضعها في المملكه النباتيه دي يتراوح مستوى تكشف الخلايا والانسجه والاعضاء فيها ما بين محدود كما في الحزيات الى متوسط كما في النباتات الوعائيه الاوليه الى متطور كما في النباتات البذريه. يعني مملكه النبات وفقا لهذا التقسيم ضمت الحزازيات اللي هي بيكون مستوى تكشف الاعضاء والانسجه والخلايا فيها محدود، والنباتات الوعائيه الاوليه اللي هي بيكون مستوى تكشف الاعضاء والانسجه والخلايا فيها متوسط، والنباتات البذريه اللي هي بتكون اكثر هذه النباتات تطور سواء من حيث تكشف الاعضاء او الانسجه او الخلايا. هذه المجموعات الثلاثه اشتركت في ان كلها كائنات راقيه حقيقيه النواه عديده الخلايا، واتوفر فيها بقى الشروط او الاسس اللي هو قسم على اساسها ان جميع خلاياها لها جذور خلويه، هذه النباتات خلايا تحتوي على بلاستيدات خضراء، لا توجد فيها فجوات غذائيه ولا تتحرك بالياف قابضه. المملكه الرابعه اللي هي كينجدم انيماليا، مملكه الحيوان، وضع فيها برضو الكائنات الحيه الراقيه عديده الخلايا حقيقيه النواه، بس صفاتها عكس صفات الكائنات اللي وضعها في المملكه النباتيه. من حيث ايه بقى؟ من حيث ان هي بتخلو من الجذور الخلويه ولا تحتوي على بلاستيدات، وتحتوي على فجوات غذائيه داخليه وتتحرك بواسطه الياف قابضه. يبقى مملكه الحيوان وضع فيها الكائنات الحيه الراقيه عديده الخلايا حقيقيه النواه، ولكن اللي بتخلو خلاياها من الجذور الخلويه ولا تحتوي على بلاستيدات خضراء، وبيوجد فيها فجوات غذائيه داخليه غالبا وتتحرك بواسطه الياف قابضه، وجميعها بتكون على درجه عاليه من التكشف الخلوي والنسيجي والعضوي، فشملت الحيوانات عديده الخلايا. نيجي بعد كده بقى لحاجه تانيه ظهرت عندنا، ودي هتؤدي الى تقسيم الكائنات الحيه الى خمسه ممالك، حيث طرح سؤال. هذا السؤال هو: اين تقع الفطريات من الكائنات الحيه؟ اين تقع الفطريات من الكائنات الحيه؟ هل الفطريات نباتات كما كانت توضع قديما في النظام القديم اللي قسم الكائنات الحيه الى مملكه نباتيه ومملكه حيوانيه، وكانت الفطريات بتوضع في مملكه النبات، ام تتبع مملكه اخرى، ام هي مستقله في نشاتها وتطورها ويجب وضعها في مملكه مستقله؟ فاذا اعتبرنا ان البكتيريا ليست نباتات وعلشان كده فصلت من المملكه النباتيه ووضعت في مملكه مستقله اللي هي مملكه البدائيات، فهناك اسباب عديده تدعو ايضا الى فصل الفطريات ووضعها في مملكه مستقله. منها على سبيل المثال النشأة، حيث كان يعتقد قديما ان الفطريات اشتقت اي نشأت على حدة من كائنات وحيدة الخلية، وكان يعتقد انها نشأت من طحالب وحيدة الخلية، لكن ثبت خطأ هذا الاعتقاد، حيث من المرجح ان الفطريات الاولية اللي هي الكتريدات نشأت من خلال خطوط تطورية عديدة من صوتيات عديمة اللون، يعني نشأت من كائنات بدائية عديمة الجذور الخلوية لها اصوات تستخدمها في الحركة وعديمة اللون اللي هي بنقول عليها صوتيات عديمة اللون. اذا المرجح الان ان الكتريدات اللي هي الفطريات الاولية نشأت من صوتيات عديمة اللون ثم اشتق
نقاط منها من خلال التطور الفطريات الأرقى اللي هي الفطريات الأذكية والبازيدية. السبب الثاني هو التركيب، فالتركيب الخلوي للفطريات بيختلف اختلاف كبير عن التركيب الخلوي للنباتات وأيضا التركيب الخلوي للحيوانات. فالجدار الخلوي للفطريات بيتكون من مادة تسمى مادة الشيطين، والبعض يقول عليها مادة القيطين، وليس من السليلوز كما هو الحال في النبات. علاوة على أن تركيب الميسيليوم غير المقسم، الميسيليوم مقصود به اللي هو الغزل الفطري اللي بيكونه الفطر على البيئة اللي بينمو عليها، فالميسيليوم الغير مقسم في الفطريات الدنيئة واللي بيحتوي على سيتوبلازم كثيف بيبقى فيه العديد من الأنوية، بيختلف عما هو في النباتات، حيث أن جسم النبات يتكون من أعضاء والأعضاء تتكون من أنسجة، والنسيج بيتكون من خلايا، كل خلية بيبقى فيها نواة واحدة. كما تختلف الفطريات أيضا عن النباتات وعن الحيوانات وعن الكائنات بدائية النواة في طريقة التكاثر والطريقة التي يتم بها اندماج النويات. فعندما يحدث تكاثر جنسي وتتكون الجاميطات في حالة الفطريات، الجاميطات لما تيجي تندمج مع بعضها يحدث اندماج أولا للسيتوبلازم، وتبقى الأنوية منفصلة داخل الزيجوت اللي هو تكون أو داخل الخلية اللي تكونت من الإخصاب لفترة معينة، ثم بعد ذلك يحدث اندماج للأنوية لتتكون نواة ثنائية الأساس الكروموزومي، وفي الحالة دي بنطلق على الخلية الناتجة من عملية الإخصاب اسم الزيجوت. السبب الثالث هو التغذية، فكما نعلم أن التغذية في النباتات ذاتية لاحتوائها على الكلوروفيل، فبتقدر تجهز غذائها بنفسها، وفي الحيوانات التغذية غير ذاتية هاضمة، أما في الفطريات فالتغذية فيها غير ذاتية مصة، غير ذاتية لأنها بتكون خالية من الكلوروفيل، ما تقدرش تعتمد على نفسها في تجهيز غذائها كما هو الحال في النباتات، فلابد أن تحصل على احتياجاتها من الغذاء العضوي من مصدر خارجي، فمنها ما يعيش معيشة تطفلية، أي بيعيش على كائن حي آخر يمتص منه احتياجاته من الغذاء العضوي، فبنسميها فطريات متطفلة. التسمية هنا جاية من طريقة المعيشة، ان هي بتعيش على كائن حي آخر، بتتطفل على كائن حي آخر، لكن بتحصل على احتياجاتها من الغذاء العضوي عن طريق امتصاصه من هذا الكائن اللي بنقول عليه عائل. ومنها ما يعيش معيشة رمية، اي يعيش على بقايا النباتات والحيوانات الميتة والمخلفات العضوية وبقايا المنازل والفضلات والأطعمة والكلام ده كله، ويحصل على احتياجاته من الغذاء العضوي عن طريق إفراز إنزيمات تذيب المواد العضوية اللي موجودة في البيئة اللي بينمو عليها وتحولها إلى مواد بسيطة يقوم بامتصاصها. فهذه الفطريات بنسميها بالفطريات المترممة نسبة للطريقة اللي بتعيش بها، أنها بتعيش على بقايا النباتات والحيوانات الميتة والمخلفات العضوية والفضلات والكلام ده، لكن برضو الطريقة اللي بتحصل بها على الغذاء من البيئة هي طريقة الامتصاص. وفي فطريات بتعيش معيشة تكافلية مع كائن حي آخر، يعني بتعيش معيشة تبادل منفعة مع كائن حي آخر، تقوم بتوفير احتياجات معينة للكائن اللي بتعيش معاه، وفي المقابل بتحصل على احتياجاتها من الغذاء العضوي عن طريق امتصاصه من هذا الكائن، ودي بنسميها فطريات تكافلية. في الثلاث طرق اللي بتعيش بيهم الفطريات أو الثلاث وسائل اللي بتتبعهم في الحصول على احتياجاتها من الغذاء العضوي، وهي التطفل على كائن حي آخر أو الترمم على البقايا العضوية لنباتات والحيوانات الميتة والفضلات وغيرها، أو المعيشة تكافلية مع كائن حي آخر، بتحصل على احتياجات الغذائية عن طريق الامتصاص. فبنقول على الفطريات فطريات غير ذاتية التغذية بالامتصاص، أو بنقول على طريقة التغذية في الفطريات طريقة تغذية غير ذاتية بالامتصاص. وبناء عليه بيتضح لنا أن الفطريات مجموعة مستقلة من الكائنات الحية تختلف عن باقي الكائنات الحية الأخرى في نشأتها واتجاهاتها التطورية، وكذلك طريقة تأقلمها مع أسلوب تغذيتها البسيطة اللي هي التغذية الغير ذاتية بالامتصاص. ولذلك فإن بعض نظم التقسيم الحديث اعتبرت الفطريات مملكة مستقلة، كما فعل العالم وايتكر سنة 1969، حيث اعتبر الفطريات كائنات مستقلة في نشأتها واتجاهات التطورية واسلوب معيشتها وطريقة تغذيتها والكلام ده، وبالتالي وضعها في مملكة مستقلة هي مملكة الفطريات، فاصبحت بذلك الكائنات الحية تقسم الى 5 ممالك.
بالنسبة لتقسيم الكائنات الحية إلى 5 ممالك اللي وضعه العالم وايت كارل سنة 1969، فهو يطرح حلول مختلفة للتغلب على الصعاب التي واجهت نظم تقسيم الكائنات الحية السابقة. ففي هذا النظام اعتبر الفطريات مملكة ثالثة من ممالك الكائنات حقيقية النواة تناظر النباتات والحيوانات الرقية. احنا في التقسيم السابق اللي هو بيقسم الكائنات الحية لأربع ممالك، كان في عندي مملكة البدائيات اللي بدايات النواة، وبعد كده مملكة الطلائعيات ودي ضمت الكائنات حقيقية النواة البدائية، وبعدين عندي مملكتين ضمهم الكائنات حقيقية النواة الراقية، هما مملكة النبات ومملكة الحيوان. فهنا في تقسيم واتكر اعتبر الفطريات مملكة ثالثة ضمن ممالك الإيوكاريوتات أو الكائنات حقيقية النواة تناظر مملكة النباتات ومملكة الحيوانات الرقية. حاجة تانية أنه اعتبر العلاقة بين الطلائعيات والكائنات الرقية ضمن التحول من حالة وحيدة الخلية إلى عديدة الخلية عديدة الأنواع. يعني إيه؟ الطلائعيات بتضم الكائنات حقيقية النواة البدائية اللي هي يا إما بتتكون من خلية واحدة أو عدد من الخلايا ولكن بتفتقر للتخصص النسيجي. فاعتبر إن الطلائعيات هي نقطة التحول أو بداية التحول من كائنات وحيدة الخلية حقيقية النواة إلى كائنات أرقى اللي هي بتكون عديدة الخلايا عديدة الأنواع زي النباتات والحيوانات الرقية. النقطة الثالثة إن وضع الطحالب الراقية مع النباتات الراقية في مملكة النبات، وبكده أصبحت الكائنات الحية تقسم إلى 5 ممالك على النحو التالي: المملكة الأولى اللي هي مملكة البدائيات كينجدم مونيرا، وتضم الكائنات الحية وحيدة الخلية بدائية النواة اللي هي البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة. المملكة الثانية مملكة الطلائعيات اللي كانت موجودة في تقسيم الكائنات الحية لأربع ممالك وفي تقسيم الكائنات الحية لثلاث ممالك، بس هنا في تقسيم الكائنات الحية لخمسة ممالك بتضم ايه بقى؟ الكائنات الحية وحيدة الخلية حقيقية النواة، وشملت اليوجلينا والطحالب الذهبية والحيوانات الأولية اللي هي البروتوزوا. بعد كده المملكة الثالثة اللي هي مملكة الفطريات كينجدم مايكوتا أو كينجدم مايسيتا، ودي بتضم جميع الفطريات. المملكة الرابعة اللي هي مملكة النبات كينجدم بلانتا، هتبقى زي مملكة النبات في التقسيم اللي قسم الكائنات الحية لأربع ممالك بس هيتضاف لها الطحالب. فهنا مملكة النبات هتضم الطحالب الخضراء والحمراء والبنية بالإضافة إلى الحزازيات والنباتات الوعائية الأولية والنباتات البذرية اللي هي كانت بتضمهم في التقسيم القسم الكائنات الحية لأربع ممالك. ليه؟ لأنه هنا نقل الطحالب ووضعها في مملكة النبات. أما مملكة الحيوان فتضم الحيوانات الراقية كما هو الحال في نظام التقسيم السابق اللي قسم الكائنات الحية لأربع ممالك. يلاحظ أن هذا التقسيم بيقوم على 3 مستويات تنظيمية، يعني واتكر لما جاي يعمل التقسيم ده قسمه بناء على 3 مستويات تنظيمية. المستوى الأول إن هو فصل الكائنات بدائية النواة لوحدها وحطها في مملكة بدائيات النواة، بعد كده خد الكائنات حقيقية النواة وحيدة الخلية وحطها في مملكة تانية لوحدها بيسميها مملكة الطلائعيات أو البروتيستا. أما الكائنات حقيقية النواة عديدة الخلايا فدي قسمها على حسب نمط التغذية في هذه الكائنات. فالكائنات اللي بتتغذى تغذية غير ذاتية بالامتصاص زي الفطريات، حتى في مملكة الوحدة سماها مملكة الفطريات، واللي بتتغذى تغذية ذاتية ضوئيا زي النباتات حطت مملكة النبات، أما اللي بتتغذى تغذية غير ذاتية هاضمة فوضعها في مملكة الحيوان. ويعتبر هذا التقسيم من أحسن نظم التقسيم اللي اتعملت للكائنات الحية حتى الآن. علشان العملية توضح هقول الحتة الأخرانية دي تاني عشان الناس تفهمها. واذكر لما جاي يعمل التقسيم ده عمله على 3 مستويات تنظيمية. المستوى الأول إن هو يحدد طبيعة الخلية، الكائن اللي بيتكون من خلية واحدة وبدائية النواة بيفصل لوحده، والكائنات اللي بتتكون من خلية واحدة بس حقيقية النواة تفصل لوحدها، والكائنات اللي بتتكون من خلايا عديدة وحقيقية النواة فصلها لوحدها. تمام؟ جاء خد الكائنات بدائية النواة وحدة الخلية وحطها في مملكة الكائنات اللي هي مملكة البدائيات، أما الكائنات اللي بتتكون من خلية واحدة وحقيقية
عقيده النواه فصلهم وحطهم لوحدهم في مملكه اسمها مملكه الطلائعيات. جاء عند الكائنات بقى اللي هي عديده الخلايا، حقيقيه النواه لا عددها ضخم جدا ما ينفعش تحط في مملكه مع بعض، فقال هقسمها تبعا لنمط التغذيه بتاعها. فلقى فيه كائنات بتمتاز بان التغذيه فيها غير ذاتيه ماسه زي الفطريات، فحطها في مملكه الواحده وسميها مملكه الفطريات. كائنات بقى الثانيه اللي بتقدر ان هي تجهز غذائها بنفسها لاحتوائها على الكلوروفيل، والتغذيه فيها تعتبر تغذيه ذاتيه ضوئيه، وضعها في مملكه الواحده سماها مملكه النبات. اما الكائنات عديده الخلايا ذات النواه الحقيقيه اللي هي غير ذاتيه التغذيه والتغذيه فيها هاضمه، حطها في مملكه الواحده سماها مملكه الحيوان. التقسيم ده مهم جدا، والاسس اللي قام عليها مهمه جدا، وده ممكن يكون موضع سؤال في الامتحان عشان تركزوا عليه وتهتموا بيه. ده ملخص لبعض نظم تقسيم الكائنات الحيه الى ممالك. النظام اللي هو قسم الكائنات الحيه الى مملكتين وضح لي هنا مملكه النبات ومملكه الحيوان. مملكه النبات كانت بتضم البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقه والطحالب اللي هي بنسميها العصويه والطحالب الخضراء والطحالب الحمراء والطحالب البنيه، وفي عندي كمان الفطريات بالاضافه الى الحزديات والنباتات الوعائيه تراكيوفايتا اللي هي بتضم النباتات الوعائيه الاوليه وعاريات البذور ومغطاه البذور. اما المملكه الحيوانيه دي بتضم البروتوزوا اللي هي الحيوانات الاوليه والمالتي سيلولر animals اللي هي الحيوانات عديدة الخلايا. بعد كده في تقسيم الثلاث ممالك اللي هو قسم كائنات الحية ثلاث ممالك اللي هي مملكة الطلائعات بروتيستا، وبعد كده مملكة النبات ومملكة الحيوان. مملكة الطلائعات اللي هي كينجدم بروتيستا كانت بتضم البكتيريا والبلو جرين الجي اللي هي الطحالب الخضراء المزرقة والبروتوزوا الحيوانات الأولية، لايم والبو اللي هي الطحالب اللزجة والحقية، والكريزوفايتا اللي هي الطحالب العصوية، جرين الجي الطحالب الخضراء، ريد الجي الطحالب الحمراء، براون الجي اللي هي الطحالب البنيه. وفي عندي بعد كده مملكه النبات كانت بتضم الحزازيات والنباتات الوعائيه اللي هي تراكيوفايتا. تراكيوفايتا بنقول نباتات وعائيه يعني قصدنا كل النباتات اللي بتحتوي على انسجه وعائيه سواء كانت النباتات الوعائيه الاوليه او عاريات البذور او مغطاه البذور. كينجدم انيماليا حط فيه بس اللي هي ايه المالتي سيلولر انيمالز اللي هي الحيوانات عديده الخلايا الرقيه. بعد كده في عندي تقسيم الكائنات الحيه لاربع ممالك، هما كينجدم مونيرا بتضم البكتيريا وبتضم الطحالب الخضراء المزرقه، وكينجدم بروتيستا ضم البروتوزوا الحيوانات الاوليه وسلايم مولز وتراي فانجاي والكريزوفايتا والجرين الجي والريد الجي والبراون الجي. اما مملكه النبات كينجدم بلانتا فضمت البريوفايتا وتراكيوفايتا. بالنسبه لمملكه الحيوان فضمت المالتي سيلولر انيمال. تقسيم الكائنات الحيه الى خمسه ممالك، كينجدم مونيرا اللي ضم البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقه، وكينجدم بروتيستا ضم البروتوزوا وكريزوفايتا اللي هي الطحالب العصويه والصفراء الذهبيه. بعد كده في عندي المملكه الجديده اللي اضافت للتقسيم اللي هي كينجدم مايسيتا او مايكوتا لمملكه الفطريات، ودي بتضم الفطريات الحقيقيه ترو فانجاي او سلايم مولز اللي هي الفطريات اللزجه. مملكه النبات ضمت الطحالب الخضراء والحمراء والبنيه والحزازيات والنباتات الوعائيه، ومملكه الحيوان ضمت الكائنات الحيوانيه عديده الخلايا. بعد كده يعني ظهر تقسيم انا ما رضيتش اتكلم عنه لان انا شايفه من وجهه نظري بصفه متخصص في مجال علم النبات ان ملوش اهميه بالنسبه لك، ان هو ممكن يكون له اهميه بالنسبه للمتخصصين في مجال الميكروبيولوجي، وخصوصا يعني هو اختلف عن تقسيم الخمس ممالك ان قسم مملكه البدائيات الى مملكتين، الاولى كينجدم ارشي بكتيريا والثانيه كينجدم يو بكتيريا. يعني مملكه المونيرا اللي هي مملكه بدائيات النواه الى مملكتين، مملكة الأرش بكتيريا ومملكة اليو بكتيريا. نيجي دلوقتي بقى نعمل ربط للمعلومات اللي احنا قلناها دي عشان يتضح تطور مفهوم المملكة النباتية بالنسبة لنا. احنا قلنا في البداية ان هم قسموا الكائنات الحية الى مملكتين كبار، هما مملكة النبات ومملكة الحيوان، وده على اساس بعض الاختلافات او اللي ظهرت بين الكائنات الحية، وكان اهمها طريقة التغذية وطبيعة النمو والقدرة على الحركة وايضا التركيب الخلوي. ثم بعد ذلك ظهرت بعض المشاكل في تقسيم الكائنات الحية إلى مملكتين تتمثل في تحديد الوضع التصنيفي لليوبلينا والكائنات القريبة منها، وكذلك التداخل الذي حدث بين الكائنات وحيدة الخلية في المملكة النباتية والمملكة الحيوانية، وكان من الصعب وضع
حد فاصل بين الكائنات النباتية وحيدة الخلية والكائنات الحيوانية وحيدة الخلية. لذلك اقترح بعض العلماء تقسيم الكائنات الحية إلى ثلاث ممالك لحل هذه المشكلة، وخد الكائنات الحية وحيدة الخلية سواء النباتية أو الحيوانية، وكذلك الكائنات عديدة الخلايا التي تفتقر إلى التخصص الخلوي، ووضعها في مملكة مستقلة سماها مملكة الطلائعيات، ده بالإضافة إلى مملكة النبات ومملكة الحيوان. ثم بعد ذلك بعد ظهور الميكروسكوب الإلكتروني والتطور الذي حدث في بعض العلوم، اتضح أن هناك اختلافات كبيرة جدا بين البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة ككائنات بدائية النواة وباقي الكائنات الحية، وتم دراسة هذه الاختلافات ووضحناها في الشرح، وكمان عرضناها في جدول مقارنة ما بين الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة. وعلى أساس هذه الاختلافات اقترح بعض العلماء زي هاتشينسون وفيش تقسيم الكائنات الحية إلى أربع ممالك، حيث قاموا بفصل البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة من مملكة النبات ووضعوها في مملكة مستقلة سموها مملكة بدائيات النواة، بالإضافة إلى مملكة الطلائعيات ومملكة النبات ومملكة الحيوان، وأصبحت الكائنات الحية بتقسم إلى أربع ممالك اللي احنا قلناهم: مملكة البدائيات ومملكة الطلائعيات ومملكة النبات ومملكة الحيوان. بعد ذلك بعض العلماء قالوا طيب إذا كنا فصلنا البكتيريا من المملكة النباتية هي والطحالب الخضراء المزرقة ووضعناهم في مملكة مستقلة بناء على الاختلافات اللي لاحظناها في تركيب البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة عن خلايا النبات وخلايا الحيوان وغيرها من الكائنات الحية، فهناك أسباب بتدعو إن احنا نفصل الفطريات أيضا عن مملكة النبات أو الطلائعيات ونحطها في مملكة مستقلة، لأن في عندنا أسباب بتدعو إلى ذلك، ومن هذه الأسباب هي طريقة تغذية الفطريات مختلفة في تغذيتها عن الكائنات النباتية والكائنات الحيوانية، في التركيب الخلوي مختلفة أيضا عن الكائنات النباتية والحيوانية زي ما وضحنا، أيضا من حيث النشأة فنشأة الفطريات مختلفة عن نشأة الكائنات النباتية والحيوانية، وليست كما كان يعتقد سابقا أنها نشأت من طحالب خضراء وحيدة الخلية. وبناء على ذلك اقترح بعض العلماء تقسيم الكائنات الحية لخمس ممالك بحيث يضع الفطريات في مملكة مستقلة. ومنها هؤلاء العلماء العالم ويتكر اللي قسم الكائنات الحية على أساس ثلاث مستويات تنظيمية إلى خمسة ممالك. المستوى التنظيمي الأول إن هو فصل الكائنات الحية وحيدة الخلية بدائية النواة في مملكة الواحدة اللي هي مملكة البدائيات، وحط فيها البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة. المملكة الثانية اللي هي مملكة الطلائعيات، ودي حط فيها الكائنات اللي هي وحيدة الخلية حقيقية النواة زي البروتوزوا والطحالب الذهبية أو العصوية، فبقى في مملكة تانية عندي اللي هي مملكة الطلائعيات. بعد كده تبقى عنده الكائنات عديدة الخلايا حقيقية النواة اللي هي الكائنات الراقية، ودي قسمها على حسب نمط التغذية إلى ثلاثة ممالك، هما مملكة الفطريات ودي وضع فيها الكائنات اللي هي بتتميز بأن التغذية فيها غير ذاتية هاضمة فضمت الفطريات كلها. المملكة اللي بعد كده اللي هي مملكة النبات وضع فيها الكائنات الحية عديدة الخلية حقيقية النواة اللي تتميز بأن التغذية فيها تغذية ذاتية ضوئية. المملكة الأخيرة كانت مملكة الحيوان، ودي حط فيها الكائنات عديدة الخلية حقيقية النواة التي تتميز بأن التغذية فيها غير ذاتية هاضمة. وبذلك قسم الكائنات الحية إلى خمسة ممالك: هي مملكة البدائيات، مملكة الطلائعيات، مملكة الفطريات، ومملكة النبات، وأخيرا مملكة الحيوان. وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة، وإلى أن ألقاكم في جزء آخر أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.